في إطار تشخيص الإشكاليات الموجودة في ولاية درسا، وقفت على وجود مشكل اللي هو القطاع المتكرر للناس على الشراب، خاصة في لي زور دو بوانت في فترة الذروة، وإحنا تو معناتها داخلين على رمضان وداخلين على صيف. دونك من أول نهار فهمتي باشرنا المشكل هذا بالتنسيق مع مصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، ثم إشكاليات فهمتني حليناها على مستوى جهوي بالتنسيق مع الإقليم بتاع الشركة لهنا، ثم إشكاليات اللي هي معناها التدخل فيها يتطلب معناها فهمتي مجهود مركزي. كنت على تنسيق متواصل مع الرئيس المدير العام للشركة، استدعيناه فهمتي جاء بحنان اليوم، والهدف من الجلسة اللي عملناها اليوم والزيارة اللي جاء في إطارها هو حاجتين. الحاجة الأولى ثم أشياء مستعجلة، احنا نحب نعديو الصيف فهمتني أقل ما يمكن الإشكاليات في الموضوع هذايا، مش كما صار قبل عنا ولا نحكيو لي فهمتني الإشكالية هذه فهمتني تكررت برشا وبرشا انقطاعات وفي برشا مناطق وبرشا معتمديات. دونك ثم إجراءات مستعجلة دونك تم الخروج بها من الجلسة هذه اليوم. الإجراء الأول يتمثل في توفير مخزون من قطاع الغيار، خاطر برشا تقطعات ناتجة على حدوث أعطاب في الآبار ولا في القنوات، دونك يلزم مخزون من قطاع الغيار، يلزمنا توفير معناها مخزون إضافي معناها من ماء، وهذا تم التنسيق فيه مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والرئيس المدير العام مش ينسق مع المندوبية باش ياخذ من عندها معناها كما نقولوا كمية معينة من الماء، خاصة خلال فترة مع فترة الصيف، باش يجابه الأعباء الإضافية في المستوى هذايا. هذه إجراءات مستعجلة. ثم إجراءات طلبنا بها وفي الواقع استجاب لها رئيس المدير العام للشركة، واللي هي هامة، خاصة إحداث إدارة جهوية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. وهذا القرار اللي ما خرجنا به، سامحني في الكلمه نجم نقولوا فكيناه، فهمتي، باعتبار انه الرئيس المدير العام عرض معناها على الكونسيل ادمنستراسيون على الشيء هذايا، تم اقرار احداث اداره جهويه للشركه. تبقى التفعيل نتاع الاداره الجهويه مش يكون على مراحل، بالطبيعه يلزم ثم بناءات، ثم تجهيزات، ثم اعواد. المرحله الاولى مش تكون تركيز مصلحه للتزويد ومصلحه للصيانه، وهذه حاجه ضروريه برشا، خاطر تو في برشا قطاع غيار ساعات فهمتي تقعد نهارين ثلاثة اللي تمشي تجيب فهمتي الماتريال معناها من الإدارة الجهوية في صفاقس ولا إدارة قفصة مراية تتكلم.